خايني. اه عادي، ما بتصدقونيش لما انا اقول انه انا عربيه مسلمه. ايش بفكروا؟ بفكروني يهوديه. الاسلام بريء منك. بس يا حبيبي يا مفتي الاسلام الجديد، انه كيف بتقرر انه الاسلام بريء مني؟ جيش الدفاع الإسرائيلي، هذا هو الاسم، مش جيش الدفاع اليهودي. في جيش الدفاع الإسرائيلي بيخدموا يهود وعرب، مسلمين، مسيحية ودروز. في جيش الدفاع الإسرائيلي بيخدموا رجال ونساء، والنساء موجودات في جميع الوظائف ووصلوا لجميع الرتب. واليوم رح نتعرف على إيلا ووي. إيلا هي ضابطة في مكتب المتحدث باسم جيش الدفاع، معروفة كابتن إيلا للجميع. وعلى فكرة إيلا ووي هي ضابطة وقائدة عربية مسلمة، واسمعوا منيح، على جنود يهود في جيش الدفاع الإسرائيلي. سمعتوا صح. تعالوا معي، خلينا نتعرف عليها. عمر بوكر توف. بوكر توف. ما قري بسيدة تقيد لها تمجيع يوم وش هتا نشار لعبوت بتصفون كان اوكي. اخ ميزة قابير اتسلخم جسم طوب سدر بايخة تمر جيش كان يوفي طوب سدر جمور طوب از ندبر بمهلخ يوم سدر يلا باي. يا هلا. واخيرا. هلا. اسكر السياره ولا فيش حاجه؟ تعالي تعالي تعالي. يا هلا. شو الاخبار؟ والله ذهب. كيف الحال؟ كله تمام؟ كله تمام. وين طريقنا هسه؟ هسه طالعين ليلات. ليلات موتساف يوتوفاتا اسم المحل اللي راح نروح عليه. اوكي، كون مركز لانه بدنا نطلع هناك على المناظر الحلوه. يلا خلينا نشوف. انا إيلا عربية مسلمة إسرائيلية من قلنسوة، اليوم عمر 32 سنة، حاصلة على لقب أول في الصحابة ولقب ثاني في السياسة. لما أنا أكون بالزي العسكري أنا هون بصير مش بس مواطنة عادية، بصير العسكرية الصبية الشخصية اللي برضو بتدافع وبتحافظ عن أرض الوطن، بس بطريقة اللي هي مش بطريقة المحاربة. محاربتي أنا هي اليوم هي محاربة عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي وعن طريق الإعلام. بحارب على كيف إني أوصل الرسالة الإسرائيلية للعالم وبالذات للعالم العربي. الناس صارت تعرفني أكثر قبل حوالي سنتين ثلاث لما كانت رتبتي نقيب اللي هي كابتن. بالضبط. فمن هون اجى الاسم كابتن إيلا. كابتن إيلا. اي على فكره انا فوتت يعني على الجيش بجيل 24 بعد ما انهيت اللقب الاول، لانه ما كانش عندي المعلومات هاي انه انا كعربيه ومسلمه فين اني افوت على الجيش وفين اني اتطوع على الجيش. لما كان عمري تقريبا 12 سنه كنتش عارفه مين انا. الكتابه الاولى اللي كانت لي هي مين انا، شو يعني انك تكون اسرائيلي، شو يعني انك تكون مواطن في دوله اسرائيل، شو يعني انك تكون عربي، شو يعني انك تكون مسلم. سالت كثير اسئله داخل مين انا. بس لما انت بتكبر وبصير عمرك 16 سنه تحمل الهويه الزرقاء اللي هي الهويه الاسرائيليه، هون انت بتفهم مين انت. انت هون بتبلش تفهم انك انت عن جد اسرائيلي. عملت بالاول بجيل 22 او 21 خدمة مدنية، واحد من الشباب البدو اجى حكى لي إيلا انت فيكي انك تدخلي كمان على الجيش، ففيكي تعملي كمان اشياء اذا عن جد حابه لهالدرجه تحسي بوطنيتك الاسرائيليه. واجهت الاشخاص اللي شجعوني، واجهت الاشخاص اللي قالوا لي كل الاحترام، واجهت اشخاص اللي قالوا لي ليش. شو كان جوابك لليش؟ مواطنه في دوله اسرائيل، انا اسرائيليه وافتخر، وانا علشان اني اكون اسرائيلي وافتخر انا بدي اكون جزء لا يتجزا عن طريق الجيش، عن طريق الاواعي والزي العسكري. ما
خاينة. عادي. هذه الكلمة باخذها أكثر عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي. على فكرة لحديت اليوم ما وصلنيش ولا أي مسج من عربي إسرائيلي بهذه الكلمة. بشكل عام عرب من دول أخرى. عدة مرات لما يجوا برضو كمان من العالم العربي يكتبوا لي كلمات مثل هالنوع ولا كلمات أخرى، فبيكونوش متأكدين إنه أنا عربية. ما بصدقونيش لما أنا أقول إنه أنا عربية مسلمة. إيش بيفكروا؟ بيفكروني يهودية. تسميش حالك مسلمة، الإسلام بريء منك. بس يا حبيبي يا مفتي الإسلام الجديد، إنه كيف بتقرر إنه الإسلام بريء مني؟ هل أنت بتعرف شو أنا بعمل باليوم يوم تبعي؟ طب ما أنا المصحف هيو حدك، حتى المصحف ليل نهار معاي، ما بقدرش إني أمشي أي طريق وأي خطوة من غيره. يعني ما بديش إني أجي أقول إنه هن جهلة، ما بديش، بتعرف إنه بالنهاية ما بديش إنه أجي أكون برضو أحط حالي بنفس المستوى تبعهن. قبل ما إني أدخل على الجيش كنت مفكر إنه الجيش هو عبارة بس عن جنود اللي هن مقاتلين ومحاربين. ما كنتش عارف إنه الجيش هو عبارة عن وظيفة، عن مهمة. شو ساوي جيش الدفاع الإسرائيلي في سوريا؟ جيش الدفاع فتح المعابر لحتى يساعد كل المصابين، أغلبية المصابين من الحرب الأهلية. في كثير مصابين سوريين اللي كانوا هون وتعالجوا في مستشفيات إسرائيلية. من سوريا؟ من سوريا. وهذا الإشي كان فخر لإلي، فخر إنه أجي أقول لهن أهلا وسهلا، أنتوا إسا موجودين هون في إسرائيل. أديت مرات رحت والتقيت فيهن، وكمان كنت هذا كان سؤالي. يعني حكيتي مع السوريين اللي تصوبوا بسبب الحرب الأهلية؟ أحد الأشخاص اللي كانوا هناك حكولي أنا كنت مفكر إنه إسرائيل هي إسرائيل الدولة العدو تبعتنا، بس بنهاية المطاف اللي أجا وضمنا وساعدنا وعم بيساعدنا إسرائيل. ومين؟ الجيش. الإعلام مش عم بفرج كل الحقيقة. علشان هيك هدفي ومهمتي أنا كإلا، كميجور إلا، ككابتن إلا، كإلا اللي هي نائب المتحدث باسم جيش الدفاع الإسرائيلي، كإلا اللي هي كمان مواطنة في دولة إسرائيل، كإلا اللي هي عربية ومسلمة في دولة إسرائيل وإسرائيلية، هدفي ومهمتي إني أفرج هذه الحقيقة للعالم العربي بالذات. بالجميع، مثل ما انتم شايفين اليوم انا راح انضم لكتيبة بردلاس، الكتيبة اللي بيخدموا فيها نساء ورجال. واليوم راح انضم للقائد أرييل. تعالوا نشوف مع بعضنا شو بتعمل. مرحبا أرييل. سلام. شو الاخبار؟ بسلام. بويس ابريلي ما توسع ما تفكيت شي لخبيمت. يعني مفكدة بجدول بردلاس بخيرورات. אני חיית פה על כיתה. אנחנו חיים פה על... שנייה רגע. קיבלתי. חבר'ה, קבצה! מה קרה? אריאל. כן. הכל בסדר? כן, הכל תקין. עשיתי כבר שנה של שירות לאומי. לפני זה היה לי פטור מהצבא על רקע דתי. אני באה ממשפחה דתית, גדלתי בבית דתי, אני שומרת שבת. ואז החלטתי לשנות כיוון בעצם באמצע. החלטתי להתגייס. חיפשתי אתגר שהוא קצת מעבר. ראיתי חברים בבית הולכים לצבא, ראיתי אותם עושים דברים כאלה. אמרתי, אני גם רוצה להיות חלק מהדבר הזה. ומעבר לזה רציתי את האתגר הפיזי והמנטלי, ומה יותר טוב מללכת בעצם. קרבי. מולה, כמה אנשים יש פה? אחלה. פוליה, נפטר, בואו, מילר, חן. אני חושבת שלאישה זה מאוד מספק לפקד על גברים, כי הרי קרבי, לפחות עד לא מזמן, היה דבר שרק גברים עוסקים בו. ולבוא בתור אישה ולפקד, כאילו לתת מעצמך ולהיות אחראית על גברים, זה בהחלט מספק, ואולי אפילו קצת מעלה את האגו. איך זה לבנים? בעיניי. זה קצת כפה בהתחלה, אני הייתי בהתחלה מכית עירונים על כיתה של בנים,
אני חושבת שבהתחלה חלקם לא תפסו את זה בעין טובה, אולי זה קצת הוריד להם, אולי הם ראו בי כמשהו שהוא פחות. אבל אני חושבת שלאט לאט הם מבינים שהבנות יכולות לא פחות, ואם כבר הן מוסיפות לכל העשייה פה וגם לאווירה. אני לא חושבת שיש פה הבדל בכלל של דעת, להפך זה בדיוק המקום להביא אליו את כל האנשים. אנחנו כולם חברים וכולנו באנו באמת להגן על המדינה שלנו ועל המקום שלנו, ולהפך, אני חושבת שבמקומות אחרים, מחוץ לצבא, כנראה שישימו לב להבדלים האלה יותר, במיוחד כאילו שאנחנו עם אותם מדים, אנחנו עם אותם דברים שאנחנו עושים כל יום, אותם תכנים, בסוף אין הבדל, כולנו אותו דבר. זה לא משנה אם אני מגנה על אמא ביישוב פה קרוב או אם זה היה כפר, אני באה להגן על התושבים במדינת ישראל. אבל אני בהחלט מאמינה שעם מספיק עבודה קשה ומספיק רצון, בחורה יכולה להשיג כל דבר שהיא תרצה. מרחבא. סלאם. אהלן, סלאם עליכום, מרחבא, חביב אלבי, אהלן וסהלן. שלום עודה, של אחבר. תפדלי. מתנו פה דבון, אחסן? יאל. אך, יא אללה. מה יעני, ג'או? נשוף עוד על רגילי אורי. كيف كان لك لحديت إسا؟ كيف شعورك بعد يوم من هالشكل؟ طلع دائماً بحكي إنه أحلى إشي إنه الواحد يروح ينام وهو تعبان بعد ما عرك، وهذا الإشي اللي أنا بحبه بشكل عام. لما أنت بالزي العسكري شخص وبالزي تبع أو الملابس العادية بقوله شخص آخر. طلع. ولا أنا بحكي مع نفس الشخص. لا أنت عم تحكي مع نفس الشخص، بس في فرق واحد اللي هو لما أنا أكون بالزي العسكري. بحس حالي بني آدم اللي هو منضبط أكثر، اللي بخليني هيك أحس إنه عن جد أنا كضابطة وكشخصية بالجيش لازم إني أمشي حسب قوانين الجيش، حسب روح جيش الدفاع وقيمه. لما بتصلي على البيت تكوني لابسة زي العسكري ولا قبل ما تصلي على قلنسوة بتكوني بزي العادي؟ طلع هدفي إني أكون في الجيش، وبما إني إسا حكيت عن قيم وأخلاق جيش الدفاع وروح جيش الدفاع هو احترام الأشخاص اللي قدامي. أهل بلدي متقبليني وعارفين شو أنا وكثير فخورين فيي. بالضبط، وفخورين فيي جداً إنه أنا في الجيش. بس لما أنا أكون عارفة إنه في أشياء معينة اللي ممكن تستفزهم، فالاحترام هو أولاً. كيف عيلتك الأهل يشوفوا كل هذا الوضع؟ بكلمة واحدة أو كلمتين، أهلي جداً فخورين فيي، والفخر هذا ببين هسا لازم اسكت. خلينا بس اسلموا. هاي قهوه عربيه مثل ما لازم. سلم ايديك حبيب قلبي، سلم ايديك. الاول هيك هاي بدها شفطه وبعدين شفطه، بس شفطه. جميل. اذا بسال امك احكي لي عن إلا، شو بتحكي؟ الله يرضى عليها، هي أول كلمة رح تقولها. رح متأكدة تحكي متأكدة منها يعني؟ أكيد مليون بالمية، وأنا إذا هاي الكلمة مش موجودة عندي كل يوم الصبح وكل يوم بالليل، لإيش بدي أكون بهالحياة إذا هيك؟ المسار اللي أخذتيه، فكرك شوي تقل عليها؟ طرت طريق اللي شوي ضد التيار، بالذات في الفترة اللي كنت فيها أول ما دخلت على الجيش. المفروض اني اثبت لها انه انا عم بعمل عن جد شيء اللي هو لنفسي، لوطني، لاهلي، وبالنهايه اهلي لازم انه يكونوا فخورين فيه. وإسا باكد لك مليون بالميه انه امي جدا جدا فخوره فيي. بالنهايه مين اللي اعطاني الرتبه؟ امي اجت واعطتني الرتبه. إسا يعني بعد الرتبه هاي تبعت الرائد، لما شفتي انه امك معطيتك الرتبه، وين 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 وين, وين كنتي؟ هذا كان عبارة عن خيال، عن فكرت إني أنا بحلم. ما كنتش عارفة، ما كنتش متوقعة إنه بشي يوم من الأيام راح أوصل لهذه المرحلة اللي فيها أمي تيجي توقف معي وتعطيني. أكيد، وبكيت. بكيتي؟ طبعاً. والله. طبعاً. والوالد؟ الله يرحمه. الله يرحمه. بس الوالد ممكن أقول لك إنه كان فخور فيي. ليش؟ ما هذا سؤالي. أبوي الله يرحمه بس توفى. شفت انه كان بسيارته الدفتر اللي بيكون فيه كل اسماء اللي اخذوا امتياز من رئيس الدوله. انا اخذت امتياز من رئيس الدوله بال2015
هذا الدفتر كان مع أبوي اللي فيه صورتي وشوية شرح عني مين أنا. كان أبوي يفرجي هذا الدفتر لأصحابه ويفتخر فيه أنه أنا بنته. بعد ما توفى بتصل فيه شاب من طول كرم من يهودا والسامرة، بقول لي أبوك الله يرحمه قبل ما يدخل على المستشفى وقبل ما يتوفى كان معطيني نمرة تلفونك على أساس أني أحكي معاك تساعديني أخذ تصريح. إيش معنى هذا؟ أنت قل لي إيش معنى؟ هو فخور أنه أنا بنته، فخور بالأشياء اللي أنا بعملها. مشتاقيت له؟ كثير أكيد. أكثر كنت حابة أنه يكون معي في وقت ما اترقيت في الرتبة. كان حلمي أنه الرتبة تبعت الرائد تكون عبارة عن عرس، لأنه دخولي للجيش وأنه استمراري في الجيش بالنسبة لي عرس، كيف بيقولوها ختونة كاتوليك. شو حابة تقولي له؟ لأبوك طلق فخور ببنتك، فخرك لبنتك ما طلعش هيك علشان ولا إشي، تربيتك طلعت بتجنن، الإشي اللي كنت بدك إياه بنتك موجودة فيه اليوم. أبوي كمان دائما يعني كان يعاملني مثل هجيفر هجيفر شلبايت. ها صباح الخير. صباح الخير. شو الوضع؟ شو ماكلته؟ والله ذهب. شو الوضع؟ سدر شو إيلات ها؟ صبحنا بإيلات. الله قديش حلوة. على فكرة وين الأردن إياها هنا؟ لقدام عندك السعودية. غاد. وغاد اللي غاد عندك مصر. كلنا هيك دولة واحدة صغيرة وبتجنن. وشو محضرت لنا اليوم؟ حكيت مع جينيفر عم تستنى فينا في جسر آلندي. رح أروح أصور معها كابتن إيلا ميجور إيلا. وماكسيموم هناك انضموا معنا. يلا تمام ليتس جو. شربت قهوه ولا شربنا؟ بس بنشرب كمان ولا مره بنقول احنا لا للقهوه. طب خلاص ممتاز. يلا خلينا نمشي. هل نقدر نقول انه انت اعلى رتبه في الجيش الدفاع الاسرائيلي كامراه مسلمه؟ كامرأة عربية أنا أعلى رتبة في جيش الدفاع، وحالياً لأنه بوعدك إنه قريباً جداً رح يكونوا في كمان صبايا اللي هن بهاي الرتبة، لأنه بالجيش في كمان بنات اللي هن عربيات إن كان من كل الديانات المتواجدات في الجيش وبيخدموا في الجيش بتطوع طبعاً. وموجودات برتب اللي هن رتب عسكرية ورتبة ضابط. مرحبا. هلا هلا. ايه زيوفي، شو الاخبار؟ كيف الحال؟ كله تمام؟ شو اخبارك؟ شو معلمتي؟ شو معلمتي؟ هذا تصريح دخولك المعبر. هذا تصريح وهي كمان لإلي. لازم احطه على السياره ولا كيف؟ خليه معك بيدي. يلا طيب جاي معنا ولا انا سيارتي سرقت؟ اوكي يلا. أهلاً بالجميع، اليوم أنا وصلت لهون لجسر ألنبي لحتى نشوف كيف عن جد جنودنا بيتعاملوا مع الفلسطينيين اللي عم يعبروا من المملكة الهاشمية لإسرائيل أو العكس. فخلونا نشوف مع جينيفر كيف هذا التعامل، لأنه جيشنا هو جيش الإنسانية وجيشنا هو جيش الشعب. فتعالوا معي جينيفر. أهلاً. سلام. سلام. مرحبا. مرحبا. هلا تمام. شو الاخبار؟ والله يعني نشكر الله. هذا حلم شرفتيني. حلم يسلم ايديك. الله يسعدك. انك تكون قائد مش معناته بس انك تقود وراك الجنود لحتى يعملوا شو انت بدك، وانك تقول لهم بس شو يسووا من ناحيه القاعده العسكريه ومن ناحيه الجيش، بل لازم اول شيء برضو انك يكون عندك شخصيه. لازم انك تكون مثال شخصي. انا باجي الصبح مثلا على القاعده العسكريه قبل بساعه من الجنود تبعوني لحتى اكون برضو مثال شخصي لإلهن انه بنفع. مش مهم اذا الدنيا شتاء، مش مهم اذا في صيف، نحن موجودين هنا بساعات معينة لحتى نشتغل ونقدم الشغل تبعنا للدولة تبعتنا. ثانياً إنك تكون قائد
مش معناته بس انك تقود، بل انت من المفروض انك تكون ابو ام اخ وصديق للجنود تبعونك، لانه بالنهاية الجندي جاي من بيت اهله، لما يكونوا عارفين انه ابنهن رايح على القاعدة العسكرية بدهن يكونوا متأكدين انه ابنهن رايح لعائلة جديدة. وهذا بالضبط اللي انا عم بعمله هون، انه انا اكون عائلتهن الجديدة لجنودي. بوكر توب. بوكر توب. ما قولي؟ لسه انا. ما تجيد لي مولي تسلمتي متى انا شي مش يقعد له؟ قال له انا اخذ اخشاب خكينو لعيون كده شلو خالف فلان زوائد لطغا. في لايم بيمت تتسليخو لتسلم مع شو بميزي كبير كذا؟ قام مفخنة كتبه شي يوسا؟ كان. طب اذاني تخيفي نسي لتفوسو طعب بتاعت كانو تيلي قبل التسلمين. سبابا. طب يالا باي بات الخام. أهم شيء عند الصبح هو فنجان قهوتي وإنه أقرأ الصحف العربية لحتى أعرف وأشوف إيش عم بصير في العالم العربي، وطبعاً من الصحافة العبرية بشوف شوي شو المواضيع اللي عم بيحكوا عنهن في العالم، وعن طريق هذا الشيء أنا بشوف شو المواضيع اللي بيحكوا عنها ووين أنا لازم إنه برضو أتوجه لأي صحافة، لازم أتوجه شو المواضيع اللي لازم إني أشتغل عليها أو أعملها، إن كان في وسائل التواصل الاجتماعي تبعت الجيش أو إن كان أمام المراسلين والإعلاميين اللي أنا بشتغل معهن، إن كان من الإعلام العربي خارج البلاد وإن كان الصحافة الفلسطينية إن كان الصحافة اللبنانية السورية. جزء من الأشياء اللي أنا بعملها بالذات لما أجي الصبح على المكتب تبعي لحتى أكون بتواصل مع المتابعين عبر وسائل التواصل الاجتماعي. اسمي جينيفر جوزيل من قرية معليا بجليل الأعلى، عمري 25 سنة، بخدم حالياً بقبضة معابر بوحدة أعمال تنسيق الحكومة في الضفة الغربية أي المنسق. اتجندت لسلاح الجو الإسرائيلي ب 2015، كنت محاربة بالقبة الحديدية ومن هناك فتت كضابطة معابر بالمنسق. تطوع أنا وأخوي للجيش نابع من أول إشي حبي وانتمائي للدولة، إنه إحنا صغار أهلي كبرونا على قيم ومبادئ دولة إسرائيل، لهيك طوعنا أنا وأخوي لأنه نفوت الجيش وننطي للدولة زي ما الدولة تنطينا. امرأة من مجتمع عربي إنه تفوت على جيش الدفاع الإسرائيلي لأنه إشي مش معروف والإشي شوي حساس، كامرأة دائما بيكون المصاعب أكتر من الرجل، وأنا فخورة بالزي اللي أنا لبسيته بالزي العسكري اللي أنا لبسيته، وفخورة إنه كل يوم أتصديع لدجل إسرائيل. عادة أنا بحب ألخص الحلقة، لكن اليوم ما في حاجة، لأنكم شفتوا بعيونكم القوة النسائية من جميع الأديان في الجيش الدفاع الإسرائيلي.